قصف عنيف على حي التضامن 7/9/2012، اشتباكات عنيفة تدور حتى الآن في المنطقة بين الجيش الحر، أبطال الجيش الحر، وعصابات الأسد المجرمة. الله أكبر، هذه سحب الدخان تتصاعد من حي التضامن، آثار القصف المدفعي والصاروخي على حي التضامن. صباح يوم الجمعة 7/9/2012، ولا يزال القصف مستمرا، والاشتباكات ما زالت تدور حتى الآن بين أبطال الجيش الحر وقطعان عصابات الأسد المجرمة. الله أكبر. الله أكبر. سبعة تسعة 2012، صباح يوم الجمعة، سحب الدخان تتصاعد من حي التضامن، اشتباكات عنيفة. الله أكبر. الله أكبر، حي التضامن يقصف بالدبابات وبالهاون، راجمات صواريخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر والعزة لله. سحب دخان تتصاعد أثر القصف العنيف على حي التضامن، الله أكبر. الله أكبر، اشتباكات عنيفة. الله أكبر، أبطال الجيش الحر. هذه سحب دخان تتصاعد من حي التضامن. الله أكبر، ولا يزال القصف مستمرا منذ ساعات الصباح الباكر، قصف همجي غير مسبوق. الله أكبر، إنهم يستهدفون البشر والحجر وكل شيء. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر،
سحب الدخان تغطي سماء حي التضامن. الله أكبر الله أكبر، والعزة لله. قصف عنيف، الله أكبر. أبطال الجيش الحر يخوضون اشتباكات عنيفة جدا مع عصابات الأسد المجرمة. عصابات الأسد تحاول اقتحام الحي من عدة محاور، والحمد لله أبطال الجيش الحر بالمرصاد.